حمد، أهنيك بتوليك رئاسة القمة، وبهذه المناسبة أقول لأخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، أخ معمر ما تخاف، بس بقول لك بعد 6 سنوات ثبت أنك أنت اللي كذب وراك والقبر قدامك، وأنت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك أمريكا. يا أخ معمر فيه رؤساء يتكلمون حمد الى ومن من من احترام للأمة واعتبر المشكل الشخصي الذي بيني وبينك قد وانا مستعد لزيارتك وانك انت تزورني يا اخ معمر رجاء نقطة نظام عمومي وعميد الحكام العرب وملك ملوك افريقيا وامام المسلمين مكانتي العالميه ما تسمح لي اني ننزل لاي مستوى اخر وشكرا.